نبدأها بأخبار المناطق وبتصريح من الشيخ سديس في خطبة يوم عرفة: سلامة الحجاج خط أحمر ولا يسمح بتجاوزها. معنا للتعليق على محتوى الخطبة وكذلك على هذا العنوان الدكتور محمد بقنا، عضو الدعوة والإرشاد في وزارة الشؤون الإسلامية. حياك الله دكتور محمد، يا أهلا وسهلا. دكتور محمد تسمعني؟ إيه أسمعك يا حبيبي. يا أهلا وسهلا، كل عام وانت بخير. وان طيب الله يبارك فيه. حياك الله. يعني سلامة الحجاج خط أحمر، ولا يوجد شعارات طائفية ولا شعارات دينية ولا حتى يسمح بتجاوز هذه هذا الخط الأحمر اللي هو سلامة الحجاج. أنت وش تعليقك على هذا، على محتوى الخطبة دكتور محمد؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة أولا فإننا قد سمعنا جميعا لهذه الخطبة الموفقة لفضيلة الأستاذ الدكتور شيخنا الشيخ عبد الرحمن السديس، وفعلا أنها أثلجت صدورنا كما قد تعودنا ممن يقف على هذا المنبر العظيم منبر عرفة، فضيلة الشيخ الوالد مفتي عام المملكة، أسأل الله جل وعلا أن يبارك في صحته وأن يعافيه وأن يشافيه، وفضيلة شيخنا الشيخ عبد الرحمن السديس. قد انفلجت صدورنا بما سمعنا من رسائل كثيرة، ومن أعظم الرسائل هذه الرسالة التي ذكرها أن المساس بأمن الحجيج هذا خط أحمر. هو خط أحمر حقيقة عند المسلمين عامة، وعند صحيح. الحجاج خاصة، وعند ولاة أمرنا بالذات، أسأل الله جل وعلا أن يسددهم وأن يوفقهم. هذا الخط الأحمر واجب ديني وشرعي وعرفي على جميع الأصعدة، أما كواجب ديني فإن الله سبحانه وتعالى قد حرم في جميع الديانات وخاصة ديانة الإسلام المساس بعبادة العباد، والمساس صحيح بمن يتعبد الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم كان إذا غزا غزوة أو أرسل سرية كان يقول: أغزو بسم الله على بركة الله. ومما كان يقوله للصحابة والمجاهدين ألا يؤذوا عابدا في صومعته، ألا يؤذوا عابدا في صومعته، حتى ولو لم يكن هذا العابد مسلما، ولو كان نصرانيا أو يهوديا أو أيا كانت عبادته، فإنه لا يجوز للإنسان أن يؤذي عابدا يتعبد عبادة سواء وافقت الحق أو لم توافق. فما بالكم بعبادة الحج التي هي أصل وفرق من أصول الإسلام دين الحق. أما في القرآن فقد قال الله جل وعلا كما جاء في سورة البقرة في الآية 26 بعد 100 على لسان إبراهيم أنه قد دعا الله جل وعلا بدعوة لهذا البيت الحرام ولهذه المشاعر المقدسة، قال: رب اجعل هذا البلد آمنا، ومن الله سبحانه وتعالى على أهل قريش وعلى غيرهم الذين يطرقون هذا البيت، قال: الذي آمنهم من جوع، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صحيح. فهذا الواجب فوق أن يكون واجب ديني فهو واجب عرفي، لا يقبل عرف من الأعراف في العالم أجمع، لا في العالم المتحضر ولا في العالم الجاهلي، أن يمت أمن حجيج بيت الله جل وعلا. فكيف بهذا الزمان الذي انتشر فيه العلم واتسعت فيه رقعة العلم، إن هذا البلد عامة، بلد الحرمين الشريفين عامة في كل شبر منه، وأن الحرمين الشريفين خاصة هذا هم يتحمله كل مسلم ويتحمله ولاة الأمر، أسأل الله جل وعلا أن يوفقهم وأن يسددهم. وحقيقة إننا ونحن نسير في المشاعر، نسير ونتنقل من منى إلى عرفات إلى مزدلفة إلى منى إلى مكة إلى المسجد الحرام، نرى أثر الأمن ولله الحمد والمنة، من سواء كان على العسكر والطوارئ
الدوريات والدفاع المدني وغير ذلك. أسأل الله أن يبيض وجوههم وأن يعينهم وأن يوفقهم. وحتى على مستوى الحجيج هناك توعية ثقافية على المستوى الفكري على مستوى الحجيج، فنحن نرى بأم أعيننا الحجيجة على من كل الجنسيات ومن كل البلدان يتعاونون مع رجال الأمن وكأنهم إخوانهم من النسب، فضلا أن يكون ذلك إخوان من الدين وهو أعظم. الحمد لله نحن نرى الأمن منتشر والأمن مستتب لله الحمد والمنة، وهذا بفضل الله وجوده وكرمه وبدعاء الصالحين من الحجاج والمعتمرين الذين يدعون الله أن يؤمنهم، ثم بجهود حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقهم وأن يسددهم. اللهم آمين. شكرا جزيلا يا دكتور محمد، وكل عام وانت بخير مرة ثانية، ويعطيك العافية على هذا التعليق وعلى ما قدمته في اتصالك. شكرا جزيلا. مشاهدينا، الخبر الثاني هو خبر احنا خصينا هذا الخبر لمعرفة حالة الطقس المتوقعة والحالية كذلك في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك لتقديم المعلومات والنصح فيما يتعلق بالطقس. ومعنا طبعا هو الأستاذ حسين القحطاني الناطق الرسمي بالرئاسة العامة للإرصاد وحماية البيئة. حياك الله أستاذ حسين، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. وأنت بصحة وسلامة يا رب. حالة الطقس الحالية في مكة المكرمة قبل أن نتكلم عن المتوقعة، وش أستاذ حسين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني أنا الآن أتواجد في مشعر منى، بدأت درجات الحرارة تنكسر إلى الانخفاض، الآن نسجل 36 درجة مئوية، بعد سجلنا أعلى درجة اليوم كانت فترة الظهيرة الساعة الثانية ظهرا ب 43 درجة مئوية، وهي أعلى درجة سجلت حتى الآن في مشعر منى. الجو بشكل عام صحو ومستقر، ولا يوجد أي ظواهر جوية تستدعي التنبيه عنها. الرطوبة ترتفع نسبيا، حتى نتوقع أنه في فترة المساء أو الثلث الأخير من هذه الليلة قد نسجل 40%، وسرعة الرياح تنخفض تدريجيا وقد تكون في سكون في فترة المساء. لا يوجد هناك أي إشكالية في الأجواء، الأجواء مستقرة والجو صحو، و حجاج بيت الله ينعمون بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. لكن الهيئة طبعا الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ما زالت تؤكد على ضرورة الاهتمام بالابتعاد عن التعرض للشمس لفترات طويلة، خاصة فترة الظهيرة ما بين الساعة الثانية عشر والثالثة عصرا، وهي فترة يعني ذروة تعاقد أشعة الشمس على الأرض وارتفاع درجة الحرارة فيها، خاصة إذا ما علمنا أن درجة الحرارة المسجلة من قبل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هي درجة حرارة الهواء في الظل وليس تحت أشعة الشمس، ولهذا يتطلب الحرص والاهتمام وعدم الوقوف في الأماكن المفتوحة لفترات طويلة، خاصة لحجاج بيت الله القادمين من الدول الباردة والتي طبعا درجة الشعور عندهم في 40 درجة مئوية تعتبر عالية، وأيضا صح. للمرضى والمصابين بالسكر والضغط وأصحاب البدانة قد تساهم يعني درجة الشعور في إحساسهم بدرجات حرارة عالية. جميل. طب أستاذ حسين، الآن على الأيام المقبلة وش حالة الطقس المتوقعة؟ بمشيئة الله ما زالت الأجواء مستقرة معنا. جميل. حتى يوم الغد. جميل. لا توجد هناك ظواهر جوية على المشاعر، الرياح مستقرة نسبيا. غدا بمشيئة الله ستعلن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن الأجواء على الطرق السريعة المؤدية إلى المدينة المنورة أو للخارجين من مكة المكرمة، استعدادا للتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية التي تتعامل ميدانيا مع حجاج بيت الله. لا شك أن أنا أريد أن أؤكد على نقطة أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قدمت تقارير مناخية أولية لمؤسسات الطوافة والعاملين في الحج، أكدت من خلالها مجمل المعلومات المتعلقة بحالة الطقس في المشاعر، سيتم وضع الخطط والبرامج المعنية بحجاج بيت الله وفقا لإطار المعلومات الطقس التي بثتها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. جميل. خلنا نتكلم أستاذ حسين، نكسب وجودك معنا ونتكلم عن جهود الأرصاد وحماية البيئة قبل الحج أثناء الحج وبعد الحج، وطبعا احنا نتكلم حاليا وبالتحديد عن ما يتعلق بسلامة حجاج الداخل وحتى حجاج الخارج. نعم، حقيقة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بدأت منذ 20 ذي القعدة في إطلاق مرافقها في منى وفي عرفة وفي مكة المكرمة وفي مزدلفة للعمل على مدى 24 ساعة. أنشأت غرفة عمليات مستقلة معنية بمتابعة الأجواء سواء تلوث الهواء أو جودة الهواء أو حالة الطقس في منى. هذه الغرفة متصلة مباشرة بمركز القيادة والسيطرة في منى،
وتقوم بالتعامل بخطوط ساخنة مع هذه مع المركز القيادة لمتابعة أي ظاهرة جوية تستدعي أو تلوث به يستدعي التنبيه أو التحذير منه للتعامل معه بشكل مباشر. حقيقة الهيئة العامة للأرصاد والحماية البيئة تشكل أكثر من 150 موظف أو خبير معني بالأرصاد والبيئة وجودة الهواء والتفتيش البيئي في المشاعر المقدسة لتقديم كافة الخدمات المعنية بدورها في هذا الإطار. هناك تنسيق مباشر وخطوط ساخنة مع الجهات المختصة خاصة مركز القيادة والسيطرة والدفاع المدني والقطاعات الحكومية الأخرى التي تتعامل مباشرة أو ميدانيا في ميناء وفي عرفات وفي مكة المكرمة لمتابعة الجانب البيئي والأرصادي في المشاعر المقدسة على مدار الساعة. جميل، بارك الله جهودكم أستاذ حسين وشكرا على المشاركة ويعطيك العافية على المعلومات اللي قدمتها، شكرا جزيلا مرة ثانية. مشاهدينا بكذا أخبار المناطق انتهت، إلى القضية.